أما بعد، أيها الآباء الكرام والإخوة الأحباب، طلب مني من بعض آبائنا الكرام أن نتحدث عن المهدي المنتظر. نظرا لما يصار، وإن كنت ضد هذا الأمر، ضد أنه كلما ظهر شيء تحدثنا عنه، لكنها فرصة، ما دام قد طلب منا فلنبحث الأمر بما يرضي من؟ بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأنا عاهدت الله عز وجل في هذا المكان، مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقرب من 26 عام وأنا أخطب على المنابر، عاهدت الله ألا أقول إلا ما يرضي رب العالمين، ولا أقول إلا ما هو في الدين وصحيح، حتى وإن أراد الناس نغمات أخرى وأمور أخرى، الكلمة التي تخرج هي لا ثمن لها إلا رضا من؟ إلا رضا الله سبحانه وتعالى. فلنتأكد من هذا الأمر تماما. من أجل ذلك، لو لاحظتم حضراتكم حينما تحدثنا هنا في هذا المسجد عن علامات الساعة الكبرى، ذكرناها كلها، ولكننا لم نفرد خطبة للحديث عن الايه؟ عن المهد. وانا متعمد لهذا الامر. ليه؟ لانه مختلف فيه. لا نريد ان نزيد المسلمين ايه؟ اختلافا. فمن اجل ذلك اشرت اليه في سطر وانا اتحدث عن المسيح الدجال، قلت ان المهدي يقال انه كذا وكذا، وبعض الاراء قالت انه هو عيسى عليه السلام، ذكرته ضمن مجمل الاحداث. لكن ما دام قد طلب منا ان نتحدث عنه كاملا من اوله الى اخره، فرجعت الى الدراسات والى العلماء والى الامر، لكي اقف على ما ينبغي ان نقوله على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوء الاحاديث والاثار الصحيحه. ليه؟ لان المهدي لم تاتي عنه ولا ايه ولا حرف في القران الكريم. عشان كده تجد في اخر الخطبه هذكر لك ان بعض الناس قالوا ما فيش شيء اسمه المهدي. بعض الناس من كتابنا، وحتى منهم رشيد رضا مفسر القران في ميز الشيخ محمد عبده، ومنهم احمد امين، ومنهم ابن خلدون، ولكن ابن خلدون ذكرها ولم يصرح ولم يجزم بها، لكن ذكرها في كتبه. وغيرهم، والعالم العظيم محمد محي الدين عبد الحميد، اشد واكثر من حققوا كتب التراث. لكن عموم الأمة كلها، مجمل عموم الأمة بالعلماء كلهم، ابن حجر الهيثمي وابن حجر العسقلاني والإمام السيوطي، كل الأئمة قاطبة ما عدا من ذكرتهم من المتأخرين، اللي ذكرتهم دول متأخرين، يعني قريب مننا في العصر الحديث، لكن كل السابقين بلا استثناء يقروا بأن فيه مهدي اسمه المهدي المنتظر، دلت عليه الاحاديث. يبقى اللي انا بنقله ده من هذه الدراسه ومن دراسات اخرى جمعتها لحضراتكم من صحيح الكتاب والسنه والعلماء الثقات. مش كل واحد نمشي وراه، لا، العلماء الثقات الذين اذا قالوا كان كلامهم يسالوا ايه؟ يسالوا عنه، مسؤولين عنه. مش اي حد يقول وانتهى الامر. نفتح الصندوق بتاع الكلام عن المهدي المنتظر ده ونشوف ايه اللي بداخل هذا الصندوق. احنا لما نأتي على الكلام عن اي مسألة تخص الدين الاسلامي، بنأتي بها من اين؟ اولا الكتاب، ثانيا السنة الصحيحة. اول مصادر للتشريع الاسلامي الكتاب والسنة الصحيحة، كلام ربنا نمرة واحد، وما صح عن رسول الله نمرة اثنين. يعني ايه ما صح عن رسول الله؟ لان في احاديث ضعيفة، مش كده؟ في احاديث موضوعة اصلا النبي لم يذكر منها حرفا واحدا. يبقى لما نتكلم عن الاحاديث ناتي بالاحاديث الايه؟ الصحيحة. المهدي هذا جاءت عنه احاديث واثار. ايه يعني نفرق بين الاحاديث والاثار ازاي؟ الحديث هو ما قاله مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من فم الرسول، سمعوه الصحابة، نقل إلينا كابر عن كابر. ده الحديث. الأثر خبر من الدين، قال واحد من الصحابة،
قالوا واحد من التابعين الثقات اللي يعتمد على كلامهم، فده بنسميه ايه؟ أثر. حتى العلماء يقولوا لو انت مثلا بتتكلم مع الناس وفي حديث او امر انت مش فاكر الرسول قال ولا لا، قل جاء في الخبر او جاء في الايه؟ في الاصل. عشان طالما انت مش مالي ايدك ومش متاكد ان ده كلام الرسول ولسه ما رجعتش، فعشان تضمن انك ما تنكبش للرسول شيء قل ورد في الايه؟ في الاصل. عشان تبعد نفسك عن تهمه انك تنكب الى الرسول ما ليس ايه؟ ما لم يقله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني اللي يقول على الرسول كلمه كذب في كرسي مستنيه كده في مقعد منتظره في جهنم، هيروح يجلس عليه داخل جهنم والعياذ بالله. ده اللي يكذب على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. فده امر خطير مش سهل. اذا الحديث قاله الرسول، الاثر قال واحد من الصحابه او ما شابه ذلك، حد غير الرسول من المسلمين. طب بالمره عشان نفيد بعضنا البعض، في حديث نبوي وفي حديث ايه؟ قدسي. الحديث النبوي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي قاله الله واللفظ لرسول الله. قاله الله واللفظ لرسول الله. طب الحديث القدسي يعني قاله الله واللفظ لرسول الله نتعبد بيه؟ لا ما يتعبدش بيه. يعني احنا ما ينفعش في الصلاه نصلي بحديث ايه؟ قدسي. واحد يقول لي ده كلامه، لا ده كلام الله ايوه، لكن اللفظ لرسول الله لا يتعبد بايه؟ بتلاوتك. لكن كلام الله الذي يتعبد بتلاوته هو القران الايه؟ الكريم. طيب ملحوظه ثانيه عشان ناخد بالنا الاختلاف بياتي منين. الاحاديث اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم نوعين، في احاديث متواتر وحديث احاد. المتواتر ده اللي نقله جماعه عن ايه؟ عن جماعه. لا يظن تواطؤهم على الكذب. يعني لو في 20 30 واحد 15 واحد سمعوا من الرسول نقلوه ل 15 تانيين او 20 تانيين جماعه اخرى، وظل ينقل الينا جماعه عن جماعه، ده بيسموه حديث ايه؟ متواتر. حديث ايه؟ متواتر، وده بيكون قوي جدا. حديث الاحاد اللي بيكون فيه فرد واحد بس، يعني بياتي ينقله جماعه او ينقله واحد. الحديث بياتي في مرحله ويكون المسؤول عنه واحد بس. طب الواحد ده ممكن يكون نسي، ممكن يكون كذب، ممكن يكون كذا، فبيسموا ده حديث الايه؟ الاحاد. حديث الايه؟ الاحاد. بعض المسلمين وعلماء المسلمين ما بياخدش بحديث الاحاد ده في الامور الايه؟ الشديده زي العقائد والاشياء دي، بعضهم. طيب معظم الاحاديث التي جاءت عن المهدي احاديث ايه؟ احاد. معظمها احاديث ايه؟ عشان كده تجد ناس مختلفه. ما انت ممكن تقول الله، طب رشيد رضا ده بينكر الموضوع ده ليه؟ لان منهجه انه ما بيقبلش حديث الايه؟ الاحاد في الامور اللي زي دي. بعض العلماء قالوا لا، ده احاديث المهدي ترتقي الى مرحله التواتر، يعني ممكن نعتبرها من المتواتر، عشان كده قبلوه. يبقى اذا في اختلاف ولا ما فيش؟ في اختلاف. طب امر ثاني بالنسبه للاحاديث اللي تخص هذا الامر، في حديث يا جماعه صريح وحديث غير صريح. يعني يعني النبي لما يتكلم صلى الله عليه وسلم ويقول المهدي ويذكر اسم المهدي ويتحدث عنه، يبقى ده ذكر المهدي صراحه ولا لا؟ صراحه. لكن لما ياتي الرسول يقول ان سيدنا عيسى ابن مريم هينزل ويصلي خلف امير منكم يا امه محمد، الامير اللي منكم ده لو تذكرت وذكرنا الحديث ده ساعه مقتل المسيح الدجال واحنا بنتكلم هنا، وقلنا ان في جماعه من المسلمين بيصلوا في بيت المقدس وليهم امام من المسلمين، الامام ده بيصلي بيهم، لما جاء سيدنا عيسى فاراد ان يتاخر ويقدم سيدنا عيسى، فسيدنا عيسى قال له لا امامكم منكم يا امه محمد، خليك انت الامام. وساب الرجل ده الامام للمسلمين وصلى خلفه مين؟ سيدنا عيسى بن ايه؟ ابن مريم عليه السلام. طب النبي لما قال ينزل عيسى واميركم منكم يا امه محمد، هو قال الامير ده هو المهدي؟ لم يقله. بعض اللي بيشرحوا الحديث قالوا الامير ده هو اللي بيصلي بالناس ده هو مين؟ هو المهدي. طب ده كده حديث صريح ولا غير صريح في المهدي؟ ده غير صريح. ده حديث غير ايه؟ صريح. طيب ما دمنا جعلنا هذه المقدمه، تعالوا نشوف كل ما جاء في الدين الاسلامي قاطبة عن المهدي المنتظر اجمالا. مش هشرح ده كله، مش هتكلم في ده كله، لان هقول لكم العدد كام. يعني صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأحاديث والآثار الثابتة الصريحة عن المهدي المنتظر كام؟ 8 أحاديث. خد بالك معايا الأحاديث الايه؟ الصريحة، لأن لسه فيه أحاديث غير ايه؟ غير صريحة. الأحاديث الصريحة عن المهدي المنتظر 8 أحاديث. طيب ده الصريح. طب والأثار كم أثر؟ 11 أثر. الأحاديث اللي قالها النبي صريحة عن المهدي 8. الآثار اللي قيلت من غير النبي يعني صحابي سيدنا أبو هريرة سيدنا عبد الله بن مسعود غيره، الآثار دي كام عن المهدي صريحة برضو؟ 11. يبقى الصريح من الأحاديث 8 ومن الآثار كام؟ 11. طيب وهذكر لكم نماذج من الأحاديث الصريحة والغير صريحة أيضا. الأحاديث والآثار الثابتة غير الصريحة، ركز معي أيها الموحد، غير الإيه؟ غير الصريحة عن المهدي، الأحاديث 22 حديث غير إيه؟ غير صريح. غير صريح يعني إيه؟ يعني ما ذكرش المهدي باسمه، اتكلم كلام عام، فاللي بيشرحه قالوا أكيد النبي يقصد مين؟ يقصد المهدي. غير صريح 22 حديث. طب والآثار؟ 5 آثار غير صريحة. يبقى معي كده الأحاد كل ده ثابت، لكن في أحاد وفي مرفوع وفي موقوف وفي حسن وفي حسن لغيره وفي حسن شواهده كثيرة، يعني درجات. الصريح كان 8 والآثار الصريحة 11، الغير صريح 22 والآثار الغير صريحة كام؟ 5. انظر كل ما جاء عن رسول الله في المهدي. طب هل جاء فيها في القرآن شيء؟ لم يأتي فيه في القرآن أي شيء، بس طالما الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تحدث عنه يبقى كلام رسولنا على العين والإيه؟ والرأس صلى الله عليه وسلم. طيب تعال معي ننظر إلى نموذج من أو بداية يعني نموذج من الأحاديث الصريحة الثابتة الصريحة من رسول الله عن المهدي. شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني ومن عترتي من ولد فاطمة. المهدي مني او من عترتي من ولد ايه؟ من ولد فاطمة. خلي بالك لان في الاخر هذكر لك 20 صفة، يعني كل الاحاديث والاثار اللي جاءت عن المهدي جمعت في 20 صفة من صفات مين؟ المهدي. منهم انه من نسل السيدة ايه؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بيقول ايه؟ المهدي من عترتي من ولد ايه؟ من ولد فاطمه. ده صريح ولا غير صريح؟ لا صريح، لانه ذكر كلمه الايه؟ المهدي. طالما ذكر كلمه المهدي يبقى ده حديث ايه؟ صريح. المهدي من عترتي من ولد فاطمه رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الالباني. طيب عايزين حديث كمان صريح من الاحاديث الصريحه، احنا قلنا كام حديث صريح؟ 8، مش هنذكرهم كلهم، هنذكر منهم نماذج فقط.